نساء وأطفال وشيوخ من النازحين في مخيم الحبانية في محافظة الأنبار يستغيثون من الموت والجوع وانعدام الدواء بسبب الحصار الذي فرض عليهم وبسبب منع الحكومة دخول الغذاء والدواء وإجبار العوائل على الرحيل قسرا، رغم أن منازلهم مهدمة ومهددون من قبل الميليشيات. فلنشاهد. وجمع الإجباري لو لا؟ جو إجباري على حسابة والفلوجة. نعم. بدي ما تخرج إجباري تطلع غصب المعركة. نعم حجي. يقول أنا مريض عندي طالب قال ما أعرف مريض ما مريض تطلع غصب المعركة. وهسه شنو رضعك بهذا السوق؟ أولا السوق كل أكل ماكو. نعم. مخضر ماكو شنو؟ حضرت جوال. خلي مخضر يجي ليش؟ حضرت جوال. حضرت جوال شنو سبب حضرت جوال؟ صار هجوم؟ حضرت جوال يطلع على حسابه شي ولا شي؟ نعم. ليش يخلون المواطنين هيك في حالة؟ هم مهجرين هم سوينا هذا الشغلة؟ نعم. الله يقبله. ولا ننسى اللي تقبله. يعني هسه حصار ماكو لا فاتة ولا طلعة. كل شيء ماكو، أنا أشوف السوق مو قاعد يسوق. نعم، أنا هسه بالسوق السياح. هاي ماكو مخضر؟ ماكو لا مخضر ولا شيء، وينكم يا أهل الغيرة؟